ننتقل إلى المؤشر الأول وهو الوقت المستغرق لمضاعفة إجمالي الحالات. أوضحت البيانات الأخيرة أن مدة الوقت المستغرق لمضاعفة إجمالي الحالات في مملكة البحرين بلغت 21 يوماً حتى تاريخ 19 يونيو، ولم يحدث تضاعف لاحق حتى اليوم أي بعد مضي 18 يوم من تاريخه، في حين أن آخر مدة من الوقت لتضاعف الحالات بين المواطنين كانت 12 يوماً بتاريخ 13 يونيو، ومن ذاك التاريخ لم يحدث تضاعف إلى الآن أي بعد مضي 24 يوماً. كما استغرق آخر تضاعف للحالات بين الوافدين 21 يوماً، وكان ذلك بتاريخ 4 يونيو، ولم يحدث تضاعف لاحقاً للحالات حتى اليوم، وذلك بعد مضي 33 يوماً. تعكس أرقام هذا المؤشر التزام المواطنين والوافدين بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية، والتي نتمنى مواصلتها بكل عزم. ننتقل إلى المؤشر الثاني وهو نسبة الحالات القائمة الجديدة مقابل الحالات المتعافية. يتم النظر أيضاً في عدد حالات التعافي مقارنة بعدد الحالات القائمة الجديدة، حيث أنه من الممكن أن تكون بدرجة 1:1. في الأسبوعين الماضيين تراوحت نسبة الحالات القائمة مقابل الحالات المتعافية ما بين 0.6 إلى 1.4 حالة جديدة لكل حالة متعافية، بمتوسط 1.2. 0.6 تعني أن لكل 100 حالة تعافي هناك 60 حالة إصابة، أما 1.4 تعني أن لكل 100 حالة تعافي هناك 140 حالة إصابة، فكان المتوسط 1.2 خلال الأسبوعين السابقين مقارنة بالنسبة السابقة خلال الأسبوعين الأوليين من شهر يونيو، والتي بلغت 0.7 إلى 1.9 حالة جديدة لكل حالة متعافية، وبناء على ذلك نلاحظ تحسناً أيضاً في هذا المؤشر. ننتقل إلى المؤشر الثالث وهو معدل النتائج الإيجابية من إجمالي عدد الفحوصات اليومية. أحد المعايير الأساسية أيضاً هي نسبة النتائج الإيجابية، أي الحالات القائمة من إجمالي عدد الفحوصات، حيث يجب ألا تتجاوز نسبة الفحوصات الإيجابية أكثر من 5% من العدد الكلي للفحوصات اليومي. تشير الأرقام إلى أنه في الأسبوعين الماضيين تراوحت نسبة الفحوصات الإيجابية من العدد الكلي للفحوصات في المملكة ما بين 4.3% إلى 10%، بمتوسط حوالي 6.5%، في حين أن النسبة السابقة للفترة من 1 إلى 14 يونيو بلغت 4.7% إلى 9%، مما يعكس عدم وجود تغير ملحوظ في هذا المؤشر. ننتقل إلى المؤشر الرابع وهو رقم التكاثر الفوري التقديري الRT. في الأسبوعين الماضيين تراوح معدل التكاثر الفوري في مملكة البحرين ما بين 1.1 إلى 1.4، مما يدل على انخفاض ملحوظ عن المعدل السابق للفترة من 1 إلى 14 يونيو، حيث كان المعدل حانذاك يتراوح بين 1.3 إلى 1.8، ولكن لا يزال على الجميع بذل كل الجهود للوصول إلى حدود المعايير الآمنة وتحقيق نسبة أقل من 1 لفترة زمنية والمكوث عليها، لنتمكن جميعاً من تجاوز هذا التحدي بنجاح، ولن نستطيع ذلك إلا من خلال الالتزام التام من قبل الجميع. ختاماً، نؤكد على أهمية الاستمرار بالتقيد بمعايير التباعد الاجتماعي في الوقت الحالي، والتي تشمل الحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، والالتزام بلبس الكمام. كما أود التشديد على أهمية التقيد بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في المملكة، وذلك ليعود الواقع كما كان عليه وأفضل بإذن الله تعالى. نؤكد أن مواصلة العزم بمسؤولية مرتكز النجاح لكافة الجهود الوطنية، وبتعاون وتكاتف الجميع سنحقق الأهداف المنشودة بإذن الله.